السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم على الميتابل والانميتابل فاريبلز. هي عبارة عن ايه؟ الميتابل يعني الفاريبلز اللي نعرفه كما نعرفه كلمة فار دي اللي احنا بنستخدمها بشكل معتاد، ودي معناها ان هو بيقدر نعمل له تشينج للفاليو بتاعته، يعني نقدر نغير قيمته اثناء البرنامج ونعمل له ري اساين، نحط جوه قيمة وشوية نحط جوه قيمة ونعمل عليه معادلة ونحط جوه قيمة. ده بكلمة فار، ده الميتابل فاريبل عادي جدا اللي احنا بنستخدمه. الاميتابل فاريبل بقى اللي هو بنستخدم بقى كلمه فار، بنستخدم كلمه حاجه اسمها فال، وده ريد اونلي، يعني بنعمله بنقراه بس ما نعرفش نغير فيه قيمه. ان تشينجبل يعني ان تشينجبل، ما اقدرش وانا اثناء البرنامج اغير قيمته تاني، ولازم يا اما اعرفه يا اما يبقى لي نوع، يعني اعمل له انيشاليز، اسف مش اعرفه، لما اعمل له انيشاليز يعني احطه جوه قيمه مبدئيه او احطه جوه نوع، ده لازم. وبنحدده بكلمه فال. هنا في برنامج بسيط عايزين ندخل قيمه اكس وقيمه واي لحاجه اسمها القطع الناقص اللي هو الشكل البيضاوي ده، ونحسب له الاريا بتاعته اللي هي عباره عن 22 على 7 في اكس في واي، الاكس بتبقى داخله والواي بتبقى داخله، اضرب 22 على 7 في اكس في واي اطلع الايه المساحه بتاعت الايه بتاعت القطع الناقص دوت. فدي فكره تعالى نطبقها على طول مباشره على مثال. تعالى نعمل ايه اكزامبل رقم 8، نعمل كليك يمين على اس ار سي بسرعه، نختار كوتلين فايل ونكتب عليه اكزامبل 8 وندوس على اوكي، نجيب الفانكشن المين الرئيسيه بتاعتنا الجميله على طول. الفانكشن بتاعتنا المين، طيب ونعمل الاول عايزين اكس واي صحيح، يبقى نعمل كده بسرعه بار اكس ودوت هنخليه نوعه فلوت، على اساس انه ممكن يكون ارقام طبعا مساحات تبقى فيها 3 سم ونص مش عارف ايه كلام زي كده، وهنحط جوه مثلا 5 5 ماشي 5 ونص يعني، وهعمل فاريبل ثاني اسمه واي وهنعمله برده فلوت. طبعا المفروض ممكن نعرف فيما بعد ان شاء الله ازاي ناخد القيم دي من اليوزر، لكن دلوقتي بس بنفهم بس السنتكس بتاع اللغه. و3 يعني الواي ب 3، وهعمل فاريبل بس خد بالك ده فال فال ها مش فار. عملت باي وده اللي هو 22 على 7 22 على 7 الثابت اللي عمره ما بيتغير، وهقول ده بيساوي 3.14 من 100 خلاص، وبحط جنبيه اف كده اعرف ده الباي ده ما ينفعش يتغير طول عمره. طبعا ممكن اقول 22 على 7 كده على طول، لو طلعك عليها ايرور طبعا ان هي عباره عن انت، ممكن نحطها كده ما بين قوسين عشان يبقى فاهم ان هو هيحط النتيجه بتاعتها جوه الباي، او احط اف وراه فيبقى عارف ان ديت ايه، ان ديت فلوت. حطينا بس حرف الاف عرف ان القيمه موجوده ايه عباره عن فلوت فاليو. البي اي قلنا اللي هو 22 على 7 ده ما بيتغيرش وثابت طول عمره يعني، عشان كده استخدمنا فيه كلمه فار. هعرف بقى فاريبل جديد بقى اللي هو هنحط فيه النتيجه اللي هو الريزلت، وده هقول له عباره عن الاكس في الواي في او الباي بالترتيب بالباي في الاكس بالايه في الواي، طبعا الترتيب في الايه في الضرب ما فيهوش اي مشكله وده عادي. فضربنا الباي في الاكس في الواي، وبعد كده هنقول له بقى برنت لاين لمين؟ للريزلت بتاعتنا. فهقول له وليكن كده الريزلت ايكوال، وبعد الريزلت ايكوال هحط له ايه دولار ساين والار اي اس او الريس، وهعمل رن. البرنامج ده استخدمنا فيه ايه؟ استخدمنا فيه فال واستخدمنا فيه الفار عشان نشوف الفرق ما بينهم. طبعا الفرق ان الباي خلاص بتستخدم مره واحده وما بيغيرهاش. طبعا تلاقي طلعت ب 51 وشويه، دي النتيجه بتاعته مفيش مشكله، لكن انا عايز اثبته. طبعا دي مساله الاريا اللي هي الريزلت بتاعتنا عباره عن الاريا، هي مساحه القطع الناقص. لو انا جيت قمت قايل الاكس بتساوي غيرت قيمتها بعد 5 ونص خليتها 6 ونص وفلوت وعملت ران، البرنامج مش هيقول لي حاجه لان الاكس هنا بالنسبه لي ايه ماتشبل فاريبل، فده قابل للتغيير وتشينجبل وما فيهوش اي مشكله. اما لو جيت وعملت نفس الكلام بالنسبه للواي وعملت نفس الكلام بالنسبه للباي هنشوف هيحصل. طبعا بالنسبه للواي هيبقى عادي خلاص ان ده فاريبل طبعا عادي بيسمى فاريبل وستاتيك فاريبل في بعض اللغات الاخرى يعني، هو مش هنقول عليه فاريبل، هو مش فاريبل هو ستاتيك او كونستنت ثابت. هنا قلنا الباي بتساوي 3.14 من 100 اف، تلاحظوا انه طلع لي ايرور على الباي وقال لي ان هي كان نوت ري اساين، ما ينفعش تعيد استخدامها او تغير قيمتها خالص. هنكومنتها كده ونبقى فاكرين دايما ان الفال ما بنقدرش نعمل لها نغير قيمتها ابدا او نعمل لها ري اساين غير انيشلايز بس في الاول، او اعرفها وبعد كده اعمل لها انيشلايز ما فيش مشكله، لكن ما غيرش ايه؟ ما اقدرش اغير القيمه بتاعتها، كان غيرت قيمه الاكس والواي البرنامج الشعر عادي، لكن الباي هو اعترض اصلا ان هو يرن الايه؟ ان هو يرن البرنامج بتاعنا من اساسه.